تمكنت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقرية الكركات ببيلة بمحافظة كفر الشيخ من إجراء الكشف الطبي على 1500 متردد على يومين من أهالي القرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد أثنى محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين على الفرق الطبية المشاركة في القافلة، كما أثنى أيضا على استجابة أهالي قرية الكركات وتوابعها بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية في 12 تخصصا بالإضافة إلى صرف العلاج المجاني. القافلة دي بصراحة بنتابع من خلالها برضو مبادرة السيد رئيس الأمراض المزمنة الضغط والسكر، ومن خلالها برضو متابع مبادرة السيد رئيس لصحة المرأة، بحيث ان احنا بنحول الاماكن او الحالات اللي بيتوقع لها الكشف الطبي للاماكن ذو تخصص فيها لتكملة الرول بتاع العلاج بتاعها. بنحاول نوفر التخصصات المتنوعة الأساسية، بطنة، أطفال، جلدية، رمد، جراحة، نساء، تنظيم أسرة، أسنان، أنف وأذن. طبعا في خدمات تشخيصيه مكمله للاشعه والمعمل بكل انواعها بفضل الله بيتم تنفيذها للمرضى لاستكمال التشخيص وللاطمئنان على المواطنين بصوره اساسيه. كمان بيتم صرف الدواء بصوره مجانيه تماما، القافله كلها خدماتها كلها مجانيه. دخلت الوحده ولقيت كل الواجبات على اكمل وجه، تحاليل، جراحه، بطنه، اطفال، كل حاجه لقيتها موجوده جدا جوه. واشكر رئيس السيسي على الحملات اللي هو منزلها لنا كلها.